تجاوزات كثيرة وتعديات تطال حقوق الملكية الفكرية في شوارع وأسواق الكويت، على رأس تلك التجاوزات تفشي ظاهرة بيع الأقراص المدمجة دون حسيب أو رقيب. الرأي سلط الضوء على القضية مع المعنيين في التقرير التالي. تتنوع أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومنها نسخ الأقراص المدمجة الذي يجري بطرق غير شرعية. تجاوزات ومخالفات بخصوص الملكية الفكرية على مرأى الجميع، على أن بيع هذه الأفلام أو الأقراص في الشوارع والأسواق ظاهرة تنتشر في المجتمع. المستهلك دائما يحب أن يستخدم الأشياء الرخيصة سعراً حتى يستفيد منها. أسعار السيديات الأصلية دائما تكون باهظة الثمن، لكن هل يعتبر هذا اللي يبيع النسخ اللي بنص دينار أو دينار هل هو مخالف للقانون؟ هو مخالف بالقانون، ومخالف قانون التجارة، مخالف قانون الملكية الفكرية، ومخالف لقوانين الاتفاقيات الدولية في الحفاظ على حق المؤلف. فهذه كلها انتهاكات صارخة. عندنا إحنا جهة رقابية ويسمونها الضبطية لهذه الأمور، مفروض أن بس أي شخص يبيع هذه السيديات يقبض عليها ويحولها، خلاص هذه تعتبر جنحة صادرة بحقه. في قانون لكن في تعاطف، وإحنا لما نتعاطف معهم بسبب أنهم أطفال لا نقوم بإبلاغ عليهم، أو الجهة الرقابية اللي تشرف عليهم تقول أطفال لا نعرضهم للمسائلة القانونية. لكن إذا إحنا نظرنا لهذا الموضوع ننظر التبعية الخلفية لهذه الأطفال، رجال بالغين يحفظون أنفسهم من الجريمة أو المساءلة القانونية تحت ستار هذه الأطفال، من المفترض على الجهات الرقابية وأي فرد أن يقدم هذا البلاغ، لأن أنت قاعد تعرض للطفل هذا انتهاك من حقوقه، وأنت تعرضه، وهذا الطفل يمكن يكون عن طريق عصابات منظمة. هذه الأفلام شاهدة على ما نقول، ولكن ما هي خفايا الأمور مع المعنيين؟ وهل يقوم جهاز البلدية بدوره؟ وهل هناك أي تقصير؟ يعني هذا الذي يباع في السيديات بطريقة احتمال بعض الأمور غير قانونية غير أخلاقية مهدمة لمقومات البلد أو للمجتمع، هذه كلها تحتاج إلى رقابة. هذه كل اللي قاعد يباع بهالطريقة أغلبها تكون بمرأة يعني بعيدة عن مراقبة الدولة، والدولة معنية الآن في وزارة التجارة، ومعنية أيضا في بلدية الكويت في مراقبة الباعة المتجولين. وللأسف الشديد منتشرين، يعني لو واحد يروح أي مكان عام يشوف البعض الباعة المتجولين منتشرين في هذه العملية. التقصير؟ التقصير في الرقابة، والرقابة نبيها من الجانبين، من التجارة، من بلدية الكويت، الأهم بلدية الكويت في المراقبة في الباعة المتجولين، وأيضا هناك رقابة من الإعلام. لابد، لأن العملية الأولى اللي هو الحقوق الفكرية تابعة للإعلام، وأيضا لابد أن يكون تعاون مباشر بين الإعلام وبين البلدية في الرقابة. كميات كبيرة ترصد من قبل العاملين في البلدية، إلا أن أسهم الانتقادات تطالهم بسبب كثرة غزو الباعة أمام الجمعيات والأسواق دون اختفاء تلك الظاهرة. وتبقى طريقة إتلاف هذه الأفلام والأقراص المدمجة محل تساؤل وشك حول مدى ملائمة الشروط البيئية في عملية الإتلاف. ابتسام رمال، الراي،